العلمي تحولت الحقيقة. ولادة بلا رحم وبلا ألم. جهاز الرحم الاصطناعي هو عبارة عن كيس بلاستيكي حيوي كيكبر فيه الجنين وكيكون مزود بالأكسجين والمكونات الغذائية اللي كيحتاج لها الجنين في درجة حرارة الجسم، وكيوفر هذا الرحم الاصطناعي كل الظروف اللي كتواجد في رحم الأم، وكيسمح هذا الجهاز للأزواج على أنهم يختاروا الشكل ديال الجنين ديالهم من حيث لون العينين ديالو، الطول ديالو، لون الشعر وحتى الذكاء. وقادر هذا الجهاز على إنماء 30,000 طفل سنويا خارج الجسد. وغادي يعطي هذا الجهاز فرصة للأزواج اللي كيعانيوا من العقم على أنهم يكونوا عندهم وليدات، وحتى النساء اللي قاموا بعملية إزالة الرحم، وغادي ينقذ حياة حوالي 300,000 امرأة كتموت سنويا من مضاعفات الحمل.